أهلا وسهلا بكم في لقائنا الثاني من برنامج مفاتيح النجاح. النهاردة صفاء مش موجودة معانا، لكن أنا اللي هكون موجودة، وطبعا معانا أسماء من وراء الكواليس هي اللي بتدير اللقاء كله. وأنا سعيدة جدا جدا بوجودي معاكم. احنا ابتدينا بدري شوية علشان نتيح للناس إن هي تنضم إلينا، لكن احنا ابتدينا في الميعاد الرسمي، وبنكمل الكلام على أول مفتاح من مفاتيح النجاح وهو التخطيط الشخصي. وأنا لما بتكلم على التخطيط عادة بنبتدي بمستوياته من البداية خالص، اللي هو التخطيط الاستراتيجي أو التخطيط طويل المدى، قبل ما نبتدي نخطط يومنا وقبل ما نبتدي نتكلم على أهدافنا لازم نفهم شوية يعني إيه تخطيط طويل المدى، وليه مهم إن كل واحدة فينا وكل واحد فينا يكون عنده خطة طويلة المدى. ولما بنتكلم على موضوع طويل المدى، زمان كانوا بيتكلموا على 20 سنة وعلى 10 سنين. دلوقتي في المتغيرات اللي حاصلة في العالم من حوالينا، يعني من 3 إلى 5 بيكون كويس قوي، فإحنا بادين بإن إحنا بنخطط لل3 أو ال5 سنين القادمة. وأتمنى إن أنتوا تكونوا شفتوا الفيديوهات من workshops أنا كنت عاملاها قبل كده، وكمان أنا حطيت بعض المواد الأخرى وبعض الإضافات على الجروب، برضو أتمنى إن أنتم تكونوا شفتوها. ومن أهم الأمور اللي عايزة أتكلم فيها، إحنا ليه مفروض إن إحنا كل واحد وكل واحدة فينا يكون عندها خطة طويلة المدى. الموضوع مش متعلق بس بإن إحنا يكون لينا أهداف، الموضوع يمكن بدايته قبل كده، إن التخطيط الاستراتيجي الشخصي mainly بيكون لإعادة تنظيم وتوزيع مواردنا الشخصية، ودي يمكن هنتكلم عنها لاحقاً. فإعادة التنظيم والتوزيع هتمكننا إن إحنا نزود معدل العائد على الطاقة اللي بنستثمرها على المدى البعيد. أنا مش شايفة إن في أي تفاعل. ما حدش أثبت حضوره، يا ريت تثبتوا حضوركم علشان اعرف اذا كنتم متابعيني ولا لا. وعايزه اسالكم سؤال، هل تمكنتم من ان انتم تشوفوا الفيديو اللي اسماء حطيته، وهل تمكنتم من ان انتم تشوفوا المعلومات الزياده اللي انا حطيتها على مدار الايام اللي فاتت ولا لا؟ يا ريت تجاوبوني وتعرفوني عشان اعرف ابتدي منين وايه النقاط اللي اغطيها. لكن احنا كده كده هنبتدي. كمان شيء مهم جدا جدا في موضوع التخطيط الشخصي الاستراتيجي، ان احنا عملية التخطيط بتمكننا من ان احنا نعرف ايه المهارات اللي احنا محتاجين ننميها في انفسنا، كمان ان احنا نعرف قيمنا ومنظومتنا الاخلاقية. ويمكن ده اللي انا ركزت عليه في الفيديو اللي اتنشر على الجروب. ومن القيم والمنظومة الأخلاقية بندخل على المهمة والرؤية الشخصية لينا اللي هتكون بمثابة شعار، هو اللي بيفكرنا ايه اللي مهم بالنسبة لنا. وكمان هنتمكن ان احنا نعمل نوع من التدقيق الذاتي على انفسنا، ان احنا ندقق ونحقق في ايه اللي احنا محتاجينه، ايه نقاط قوتنا، ايه نقاط ضعفنا. وده يمكن كمان هيصب فيما يسمى التعلم التكيفي، يعني كل ما الظروف حواليا بتتغير بتعلم ازاي اتكيف مع الظروف المتغيرة. ولكن وجود الخطة الشخصية بتاعتي مش هتخليني احيد وابقى عاملة كده زي ريشة في مهب الريح، يجي الهواء يطيرني يمين اطير، يجي الهواء يطيرني شمال اطير. فكل
كل إنسان فينا محتاج هذه الخطة طويلة المدى. طيب نبتدي منين؟ نمسك ورقة وقلم ونبتدي في إن إحنا نكتب الأهداف بتاعتنا؟ لا، لسه بدري قوي على النقطة دي. أول نقطة محتاجين إن إحنا نعملها إن إحنا نقيم منظومتنا الأخلاقية والقيم اللي بنستند عليها، ونحدد إيه هي أعمدة أو ركائز حياتنا، إيه هي الحاجات المهمة في حياتي قبل ما ابتدي أحط أهداف. لازم أحدد أنا حياتي إيه المهم فيها وإيه هي أولوياتي، والأولويات دي كمان هرتبها إزاي، وإيه هي منظومة قيمي الشخصية، ومنها هنحط رؤية لحياتنا ومهمتنا الشخصية. ويمكن أنا اتكلمت على في الفيديو على هرم ماسلو، واديتكم كمان حطيت فيديو تاني بتكلم فيه ازاي نستخدم هرم ماسلو في حياتنا الشخصية. وابراهام ماسلو يعني عالم درس نظريات التحفيز، ويمكن مشهور في عالم السيكولوجية العادية بتاعت الناس العاديين. السايكولوجي زمان كانت او علم النفس كانوا مهتمين قوي بانهم يدرسوا الناس اللي عندها مشاكل. طب الناس العادية، فبقى في فرع تاني من علم النفس، ويمكن ده اللي استندنا عليه في علوم القيادة وعلوم التحفيز وعلوم الإدارة، اللي بيدرس ويشوف الناس العادية بتفكر ازاي. مساءكم زي الفل. وفعلا التقييم الذاتي مهم جدا، واحنا هنتكلم عنه. هرم ماسلو هو عبارة عن ترتيب للاحتياجات اللي كل إنسان مننا بيحتاجها. ماسلو ما حطهاش في شكل الهرم، اللي جم بعد منه هم اللي حطوها في شكل الهرم، لكن ماسلو قال ان في احتياجات اساسية لازم نحصل عليها عشان اقدر افكر في الاحتياجات الاخرى وانجح في الحصول على الاحتياجات الاخرى، وهو ده اللي بيحفزني ان اطلع السلم سلمة ورا سلمة. البداية طبعا بتبقى في الاحتياجات الفسيولوجية زي التنفس والطعام والماء والنوم والكلام ده، والمستوى اللي بعد كده مستوى احتياجات الأمان، إني أحس بالأمان في المكان اللي أنا عايش فيه، في وظيفتي، في مع الناس اللي أنا عايش معاهم، أمان على نفسي وممتلكاتي. وبعد كده أبتدي أفكر في الاحتياجات الاجتماعية اللي هي التواصل والحب والصداقة والعلاقات والأسرة وكل الأمور دي. لما يعني أطلع الثلاث سلالم دول أقدر بعد كده أدخل في احتياجات التقدير، إني أقدر نفسي، إني أثق بنفسي، إني يبقى عندي رغبة في الإنجاز، إني أنجز شيء ما، وإن أنا أحترم الآخرين وهم كمان يحترموني. تعريفي للتحفيز الذاتي ده أنا هاخده أأجله، لأن احتمال يكون عندنا برنامج مخصوص نتكلم فيه على التحفيز الذاتي، فما تستعجلوش، خلونا النهاردة نركز على التخطيط. وصلنا للدرجة الرابعة من هرم ماسلو، وهي احتياجات التقدير. بعدها ندخل لاحتياجات تحقيق الذات، وهو ان انا احس ان انا ببتكر، ان انا بحل المشاكل، واهم حاجة ان انا ليا بصمة وتأثير على من حولي. انا بحب هرم ماسلو لانه يعتبر اداة لطيفة ان احنا نقدر نفهم انفسنا ونقدر نحدد يا ترى في ايه ناقصنا من الاحتياجات دي اللي يمكن محتاجين ان احنا نفكر فيه اثناء ما احنا بنحط اهدافنا الشخصية. وكل العملية اللي احنا بنعملها دي علشان نخلق توازن في حياتنا، لان لو في خلل في التوازن هيحصل دربكة كتيرة قوي في حياتنا. طيب
يعني لما يحصل خلل في التوازن ايه اللي ممكن يحصل؟ اهم حاجة ان هيبقى فيه اجهاد اعلى، هيبقى فيه توتر، هيبقى فيه اجهاد عصبي، ولو دخلنا في التوتر وحالة الاجهاد العصبي انتاجيتنا هتقل، وده هينعكس على كل جوانب حياتنا. علشان كده النهاردة عايزاكم تفكروا في ايه هي اولويات حياتكم. وهنا زي ما التخطيط مستويات، برضو الاولويات مستويات، في الاولويات الحياة اللي انا بسميها ركائز او دعائم حياتنا، وفي اولويات اصغر شوية، دي اللي ممكن اقول اولوياتي للسنة دي كذا وكذا وكذا، اولوياتي للشهر ده كذا وكذا وكذا، وحتى كمان على المستوى اليومي أولوياتي النهاردة إن أنا أعمل كذا وكذا وكذا. فالأولوية أو الركيزة، يعني ركائز حياتنا، هي الأمور المهمة جدا جدا اللي لازم أتعامل معاها قبل ما أتعامل مع الأمور الأخرى. ودي نقطة مهمة جدا جدا، لأن إحنا لو اعتبرنا إن كل أمور حياتنا على نفس المستوى من الأهمية، إحنا كده بنوزع طاقتنا على أمور كتيرة جدا جدا، وده ممكن يؤثر على أدائنا، ممكن يؤثر على إن إحنا على طول بنبقى متوترين وعلى طول مجهدين، على طول بنتعامل مع كل الأمور على إنها شيء مهم. أنا اديتكم في الفيديو السابق أمثلة للأولويات زي العلاقات، الأسرة، الوظيفة، العمل، الصحة، العمل التطوعي، الصداقة. يا ترى يعني هل حددتوا أولويات حياتكم؟ يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، وأسماء حتمديرية التعليقات، إيه هي الأولويات اللي في حياتكم؟ والأولويات دي ممكن تكون أمور، ممكن تكون أشخاص، ممكن تكون أدوار بتلعبوها في حياتك. فأنا مثلا صحتي النفسية وصحتي الجسدية في المرتبة الأولى من الأولويات، يليها أسرتي وعملي، أسرتي الصغيرة وعملي، يليها عائلتي اللي هي الأكبر وعلاقاتي الاجتماعية. وأنا حطيت، أنا شخصيا كحنان عواد، حطيت صحتي سواء الجسدية أو النفسية في المرتبة الأولى، لأني لقيت إن لما بتعتل صحتي سواء النفسية أو الجسدية مش بقدر أقوم بالأدوار اللي أنا مفروض إن أنا أقوم بيها، فلازم أديها أولوية كبرى. فيا ترى قولوا لي بقى إيه هي الأولوية الأولى في حياتكم؟ منتظرة تعليقاتكم. الأولاد، الأولاد أولوية أولى، هل هي من ضمن الأولويات ولا هي فعلا الأولوية الأولى؟ لأن أنا ليا رأي بصراحة، إحنا السيدات العربيات بنحط كل الناس اللي حوالينا في أولوية أولى قبل مننا، ودي يمكن غلطة كلنا بنقع فيها. لازم كل واحدة فينا، وحتى كل واحد، كل إنسان يكون حاطط نفسه أولوية أولى. لأن أنا لو عندي اعتلال في صحتي، لو أنا حاسة بالإجهاد، حاسة بالتوتر، حاسه بالتعب، مش هقدر اخدم الناس اللي مفروض اخدمهم. لو حطيت اولادي قبل مني انا هكون تعيسه، وما اعتقدش ان في اي طفل او اي ابن امه تعيسه بيكون سعيد. عايزاكم تفكروا، دي فرصة ان احنا نفتح الموضوع ده مع بعض، واحنا بنخطط وبنحط خطة طويلة المدى وخطة شخصية لينا،
ان ايه فعلا اللي المفروض يجي في المرتبه الاولى. طبعا يعني الاجابه الكلاشيهيه ان احنا نقول ربنا سبحانه وتعالى في المرتبه الاولى، وده انا لا اعترض عليه تماما. بعد ربنا سبحانه وتعالى وارضاء الخالق، مين اللي المفروض يجي مرتبه اولى؟ صح فعلا، انا قلت الصحه هي الاولويه رقم واحد، لكن هل انتوا كلكم متفقين معايا على النقطه دي؟ لان انا كنت زيكم في الفتره اللي كان ولادي فيها صغيرين، وكنت بشتغل وكنت بحضر الماجستير بتاعي وكنت بلف حوالين نفسي، ما كنتش حاطه نفسي وما كنتش حاطه صحتي اولويه اولى. وبالتالي جه وقت من الاوقات عليا ان انا انهارت، لا كنت عارفة أكون زوجة كويسة، ولا كنت عارفة أكون أم كويسة، ولا كنت عارفة أذاكر كويس، ولا عارفة أشتغل كويس، ولا أي حاجة. لما قلبت الأولويات وفكرت فيها وحطيت نفسي مرتبة أولى، بس مش بالمعنى الأناني، في فرق إن أنا أهتم بنفسي بشيء من الأنانية، أنا وما بعد الطوفان، أو إن أنا اهتم بنفسي زي بالظبط لما بنكون في الطياره، واغلبنا ركب الطياره، بيقولوا لنا ايه؟ بيقولوا لما تنزل الماسكات، لما يقل الضغط في الكابينه وتنزل ماسكات الاكسجين، كل واحد لازم يلبس ماسك الاكسجين الاول قبل ما يفكر في اللي معاه يلبسوهم الماسكات بتاعتهم. وعادة بيبقى يا إما مرسوم يا إما في الفيديو صورة أم وجنبها طفلها أو طفلتها، وبيعملوا كده غلط إن الأم تلبس الطفل الأول قبل ما هي تلبس الماسك. لا، الصح إن أنا ألبس الماسك وأضمن إن أنا قادرة أتنفس علشان أقدر أقدم وأخدم الآخرين. فأعتقد إن برنامجنا ده هيبقى فرصة رائعة إن كل واحد فينا يرتب أولوياته بالترتيب الصح، ونفكر في هذه الأولويات وترتيبها المنطقي اللي يساندنا علشان نحقق أهدافنا طويلة المدى. فكان في اكسرسايز مطلوب منكم ان كل واحده وكل واحد فيكم يحدد اولوياته او ركائز حياته. وزي ما قلت لكم، ركائز حياتنا ممكن تكون امور، ممكن تكون اشخاص، ممكن تكون ادوار بنلعبها. فقبل ما ندخل على النقطه اللي بعدها وهي قيمنا الشخصيه، يا ريت تقولوا لي دلوقتي بعد ما اتكلمنا إيه المفروض تكون أولى أولوياتكم؟ ونتكلم كمان على إيه الأولوية اللي بتيجي بعدها؟ أنا منتظراكم. أنا يعني هتكلم عن نفسي، إن أنا حطيت طبعا صحتي النفسية والجسدية في المرتبة الأولى. حطيت الأدوار المهمة جدا جدا اللي هي أسرتي الصغيرة وعملي في المرتبة الثانية. طيب ممكن تيجي فعلا أكيد الصحة الجسدية والنفسية أولا، إيه بقى اللي بعدها؟ في عديد من السيدات بينظروا لإن هم قاعدين في البيت كأنها بلا عمل، بس أنا شايفة إن السيدة اللي هي كرست وقتها وجهدها لأسرتها هي برضو امرأة عاملة. يمكن هي لا تعمل خارج المنزل بأجر، ولكن هي لا زالت برضو امرأة عاملة. بعدها بقى ممكن تيجي علاقاتي الاجتماعية، ممكن تيجي علاقات العائلية الممتدة، ممكن يجي كمان دور تطوعي مثلا أنا اديته لنفسي، أو دور خدمي أنا بعمله.
فكل واحد فينا يفكر في الأدوار اللي بنلعبها وندي نفسنا فرصة إن إحنا نفكر في الترتيب الصحيح لهذه الأولويات. ليه بقى مهم أوي أوي التمرين ده؟ لأن إحنا عندنا موارد محدودة، وأهم الموارد المحدودة في حياتنا هي الوقت والجهد. ودول ما بيتجددوش، يعني الوقت ما فيش حد فينا عنده 25 ساعة وواحد تاني عنده 24 ساعة. فمهم جدا إن أنا أوزع وقتي وجهدي بالشكل اللي يتناسب مع أولوياتي الشخصية واللي يحقق لي أنا التوازن في حياتي. بعد الأولويات أو ركائز حياتنا، برضو لو تفتكروا الفيديو، قيمنا الشخصية. فعلا في سيدات بتشتغل جوه البيت وبره البيت. طبعا بنعمل بأجر من رب العالمين. انا قصدت ان هو مش أجر مادي، لكن الأجر طبعا بيكون يعني ربنا سبحانه وتعالى والحسنات، وكمان سعادتنا باللي احنا بنقدمه لاسرنا وعائلتنا، خصوصا لو نجحنا في ان احنا نربي اولاد صالحين وتكون علاقتنا كويسه بجوازاتنا، وان احنا ندفعهم للامام مش ان احنا نشدهم لورا. الخطوه اللي بعد كده هي قيمنا الشخصيه، والقيم هي المعتقدات القناعات اللي بنؤمن بيها، وهذه المعتقدات والقناعات هي اللي بترشدنا في الحياة، وبناء عليها بناخد قراراتنا وبنعيش حياتنا بناء على هذه القيم. والقيم احنا بنستمدها من حاجات كتير قوي، بنستمدها من التربية اللي احنا تربيناها، بنستمدها من المعتقدات الدينية اللي احنا درسناها، بنستمدها من المجتمع اللي احنا عايشين فيه، بنستمدها من القراءات اذا كنا بنقرأ، بنستمدها من الملاحظة كمان لما نلاحظ اللي بيحصل في العالم من حوالينا نبتدي نحدد قيمنا. وكل واحد فينا وكل واحدة فينا عندها مجموعة كبيرة جدا جدا من القيم، وكل القيم مهمة. لكن تاني نفس الموضوع اللي حصل مع الأولويات، لو تعاملنا مع كل شيء إنه مهم ده ممكن يكون بردن وحمل كبير قوي عليه. علشان كده مفروض إن كل واحد فينا يكون عنده مجموعة معينة من القيم حددناها لأنفسنا اللي بتساعدنا إن إحنا ناخد قراراتنا. والقيم دي ممكن تكون الوفرة، البركة، القبول، ان الناس تقبلني وتحبني، او الانجاز، ان انا احس ان انا بنجز، المرح، ان انا احس ان حياتي فيها بهجة، او الادفنشر، في ناس بتحب المغامرة وانها تعمل مغامرات وتروح وتيجي، الفلوس مثلا، او الامان المالي. في فرق بين الثروة والامان المالي. الثروة ان انا اكون قاعد بكدس في فلوس، الأمان المالي إن يعني يكون عندي ما يكفيني ومش حاسس بالتهديد للي ممكن يحصل بكرة. ممكن يكون الصدق، ممكن فعلا عدم تحديد الأولويات يعني بيعمل حاجات كتيرة قوي. ممكن فعلا في امور ناجلها مع انها ممكن تكون مهمه جدا، لان احنا بنتعامل مع كل حاجه على انها ليها نفس الاهميه، او ما اديناش نفسنا الفرصه ان احنا نفكر في اولوياتنا ونرتبها ترتيب صحيح. فبالتالي واحنا عايشين حياتنا وبناخد قراراتنا اليوميه، واحنا بناخد عشرات الالاف من القرارات يوميا، ودي حقيقه مش رقم مبالغ فيه، ابقى متخبطه، ابقى بتعامل، عارفين بالظبط عامله زي الهامستر. لو في حد من اولادكم جايب هامستر في البيت قاعد عمال يجري 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 في الويل بتاعته، بس ما بيوصلش لوجهه معينه. ليه؟ لان اولوياتنا مش متحدده، وكمان قيمنا الاساسيه مش متحدده،
وده مهم جدا. وهديكم مثال يمكن عشان يعني اشرح لكم موضوع القيم. انا قيمي في الحياه، انا عملت التمرين ده اكتر من مره، وكل مره اخرج من مرحله ادخل في مرحله جديده اروح عامله التمرين ده واحدد ايه هي القيم الاساسيه في حياتي. فانا القيم الاساسيه في حياتي حددتها 5. هل ده معناه ان القيم التانية مش متواجدة؟ لا، متواجدة، بس هم دول اللي انا بركز عليهم قوي، وهم دول اللي بستند اليهم وانا باخد قراراتي اليومية. اول حاجة مثلا التوازن. التوازن مهم جدا جدا في حياتي، ان انا ما احسش ان انا نجحت في مجال وفشلت في مجال، او عشان انجح في مجال اخدت من الموارد اللي مفروض تروح في حتة تانية. الصحة طبعا قيمة من القيم الأساسية اللي أنا حطاها، فهي أولوية وقيمة في نفس الوقت. التأثير، إن يكون لي تأثير إيجابي على الناس اللي حواليا، لدرجة إن أنا قلت في مرة من المرات أنا عايزة حتى تأثيري على البيئة اللي أنا موجود فيها يكون بوزيتيف، يكون إيجابي، إن أنا لما أدخل مكان يتحسن بوجودي، ان انا لما اقابل شخص يكون تاثيري عليه ايجابي، ان انا لما اتفاعل واتعامل مع اولادي يكون تاثيري عليهم ايجابي، وهكذا. فالتوازن، الصحه، التاثير، ايه تاني انا بقرا من قدامي، والايجابيه، لاني حسيت ان التفكير السلبي بيشدني لورا، فحطيت التفكير الإيجابي أو الإيجابية برضو قيمة من القيم اللي بتحرك حياتي، هي الدينامو في حياتي. وطبعاً الصحة الروحانية، ودي يمكن فصلتها كمان، الروحانيات، إن أنا أحس بالأمان والسلام الداخلي. ده أنا، لكن من 10 سنين كانت قيمي مختلفة. كان في تركيز اكتر على العمل، كان في تركيز اكتر على الاستقرار المالي، كان في تركيز اكتر على امور اخرى على حسب المرحله اللي انا عايش فيها، وده مهم جدا. عشان كده حبيت اكد في الاول ان احنا بنعمل خطه لـ3 سنين المقبله، او حتى ممكن للسنه المقبله، لان من مرحله لمرحله بنتغير، ومن مرحلة لمرحلة هنلاقي قيمنا بتتغير. في قيم أساسية طبعا مش هتتغير، لكن القيم اللي احنا بنستند عليها علشان ناخد قراراتنا، ومنها بقى نعمل شعارنا في الحياة. والشعار طبعا هي جاية من عالم الأعمال. ايه هي البيشن والفيجن؟ لو الناس اللي فيكم درسوا إدارة أعمال أو إدارة مشروعات أو الكلام ده، يعرفوا إن كل شركة بتبقى عاملها كده سلوجن، شيء يعني يلخص مهمتها في الحياة كشركة. إحنا كمان محتاجين ده. وهتلاقوا إن الأنبياء مثلا عندهم الميشن بتاعتهم. سيدنا محمد مثلا كان الميشن بتاعته هي الدعوة إلى الله. سيدنا المسيح مثلا كانت الميشن بتاعته هي مواجهة الظلم والفساد وفساد الحاخامات وفساد الحاكم الروماني. سيدنا موسى كان الميشن بتاعته انه يواجه فرعون وياخد آل إسرائيل او اليهود الترايب بتاعته بره في حتة تانية. تلاقي مثلا المخترعين الكبار، اديسون مثلا بعد ما اخترع اللمبه ايه كانت الميشن بتاعه حياته؟ ان هو يجمع اكبر عدد من الاختراعات ويطلعها للنور، ده كانت الميشن بتاعته. احنا كمان على المستوى الشخصي، احنا مش لازم نكون رؤساء مجلس اداره. انا رئيس جمهوريه نفسي، انا رئيس مجلس اداره نفسي. ايه هو شعاري في الحياه؟ ودي عبارة أنا بحطها بيني وبين نفسي عشان أفكر نفسي بإيه هي مهمتي في الحياة. ويمكن في الفيديو قلت لكم على بعض الشعارات
اللي في ناس فعلا عملوها بالفعل اللي هم حضروا معايا البرنامج ده. انا مثلا الشعار بتاعي في الحياة لمدة الثلاث او ال5 سنين اللي جايين هو العمل للمساهمة ولإحداث تأثير إيجابي في حياة من حولي. هو ده ان انا اشتغل كل يوم عشان يكون لي بصمة، عشان يكون لي تأثير. ممكن من 10 سنين كان شعاري في الحياة ان انا ما اقعش. بصراحة ان انا كنت عايزة اعدي كل يوم مع ضغوط العمل وضغوط الولاد الصغيرين وضغوط الدراسة، ان انا ما اقعش، ان انا احافظ على نفسي واقفة على رجلي. فكل واحد فينا وكل واحدة فينا تفكر، يا ترى انا لو خدت القيم اللي انا حددتها لنفسي دول وعملت جملة منها ممكن يكون ايه؟ او ايه الحاجة اللي دايما بفكر نفسي بيها؟ مثلا في صديقة قالت لي انا كل يوم افكر نفسي ما تعصبش، ما تتعصبيش، ما تتعصبيش. ده شعار، ده شعار، ده معناه ايه؟ اعملي كل حاجة بدون ما تخرجي عن شعورك، هو ده شعارها في الحياة. في ناس تانية انا شعاري في الحياة رضا الله، مثلا ان انا اي حاجة هعملها في حياتي هكون مدفوعة بان انا رغبة مني في ارضاء ربنا سبحانه وتعالى. في شخص ممكن يكون في مرحلة في حياته ان اهم حاجة في حياته مثلا شركته او وظيفته او ان هو عايز يترقى، فكل حاجة حواليه بيرتبها بحيث ان هو يسعى للامر ده. فيا ريت تاخدوا من وقتكم شوية وتعملوا كده وتكتبوا بينكم وبين نفسكم ايه هو شعاركم في الحياة، ومن بعدها بقى ندخل في تقييم حياتنا. مهم جدا جدا ان احنا نقيم حياتنا، واحنا هنا بنقيم حياتنا مش بهدف اني اجلد نفسي او اعلق المشانق لنفسي، ولا حتى ان انا اقول برافو عليكي ده انت شاطره ولهلوبه وكويسه خالص وحياتك جميله خالص. التقييم هنا هو اني ابص نظره شامله لحياتي في الجوانب اللي انا حددتها اولويات لحياتي، واشوف يا ترى الجانب ده كويس، يا ترى الجانب التاني كويس، يا ترى الجانب التالت كويس، الرابع كويس، الخامس، وهكذا. واشوف يا ترى ايه انا دوري في الجوانب دي، يا ترى انا قايمه بدوري كويس ولا لا، ايه الموارد اللي عندي، هل انا مستغله مواردي كويس ولا لا. وفي مجموعه كبيره قوي 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 من الاسئله اللي ممكن تخلينا نقيم حياتنا صح. بس قبل ما ادخل فيها، لو في عندكم اي اسئله عن الحاجات اللي انا تناولتها في الاول يا ريت تبعتوها لنا، علشان الربع ساعه الاخيره ان شاء الله هتكون مفتوحه لاسئلتكم. فنرجع تاني لتقييم حياتنا. يمكن اسهل طريقه ان احنا نقيم حياتنا ان احنا نبص للادوار اللي بنلعبها في حياتنا. هل الدور ده شخصي ولا متعلق بعملي ومهنتي؟ طيب الدور اللي هو الدور ده ايه مسؤولياتي فيه؟ والمسؤوليات هنا يمكن مسؤوليات موجودة في الدور. يعني مثلا الاب دوره انه يصرف على اولاده، الأم دورها إنها ترعى أولادها، الزوج دوره إنه يحن على مراته. دي يعني مسؤوليات جوه الدور متعارف عليها، وفي كمان مسؤوليات إحنا بنحطها على نفسنا. زي مثلا أنا عم مثلا وعندي أخويا توفى وأولاده، فأنا عم ولكن في نفس الوقت حطيت على نفسي مسؤوليات أكتر شوية من المسؤوليات المتعارف عليها. مثلا
فابتدي بقى افكر في كل دور من الادوار اللي انا بلعبها، وايه هي مسؤولياتي، وهل انا بقوم بمسؤولياتي دي على اكمل وجه ولا لا. والتقييم ده هيساعدنا جدا ان احنا نحدد بعض الاهداف لنفسنا، زي مثلا يعني انا مثلا حاسه ان علاقتي مضطربه شويه باولادي، اولادي مثلا دخلوا مرحله جديده وعلاقتنا ما اتطورتش التطور الصح الجميل الحلو، انا مش فاشله كأم ولكن يمكن محتاجه ان انا احط لنفسي اهداف جديده مختلفه عن الاهداف اللي انا كنت حطاها في الاول. اولادي خلاص كبروا، مش هغير بامبرز واكل والكلام ده كله، محتاجين لي بشكل تاني، محتاجين لي بتدخل اخر، وجودي في حياتهم مفروض يبقى بشكل اخر افكر فيه. في كمان تمرين انا اديته لكم، ويمكن ده الفيديو الجاي اعتقد هنتكلم بالتفصيل على استخدام التمرين ده، هو اسمه عجلة الحياة. فانا مش عايزة ادخل قوي في موضوع عجلة الحياة علشان هتشوفوا الكلام ده في الفيديو الجاي وازاي تستخدموه. انا في بوست عاملاه على الجروب في على عجلة الحياة، تخيل نفسك كده حياتك والأولويات حياتك متوزعة على شكل دايرة، وبتقيم بقى كل أولوية أو كل ركيزة من الركائز دي وأنت فين، فتطلع العجلة مضعضعة مش مظبوطة مش مستوية، فتبقى حياتنا هي كمان مضعضعة ومليانة مطبات. فياريت ياريت تعملوا التمرين ده وهيبقى حلو جدا جدا. لكن النهاردة يمكن احنا مركزين اكتر على تقييم حياتنا وتحديد الاولويات، واعتقد ان دي يعني مهمة جدا جدا، لان احنا كل يوم بنخطط. لما اخطط للاولويات واللي فعلا الحاجات المهمة في حياتي وانفذ هذه الخطط واقيس ادائي في كل جانب من جوانب حياتي، يبقى عندي القدرة إني أحسن وإني أضبط وأبقى ماشية بعقلية بيسموها عقلية النمو مش العقلية الجامدة. زمان كانوا فاكرين إن طبعا عشان التفكير والكلام ده كله جاي من خلايانا العصبية، وخلايانا العصبية لا تجدد، فده معناه إن اللي عنده عقلية معينة عقلية جامدة وثابتة وما بتتغيرش. لكن اكتشفوا ان احنا حتى مخنا بيعمل ارتباطات جديدة، يمكن ما بنعملش خلايا عصبية جديدة لكن بنعمل ارتباطات بين الخلايا جديدة. فممكن اعلم نفسي، ممكن اغير من حياتي 180 درجة لو اديت لنفسي الفرصة اني اتعلم المهارات اللي انا محتاجها. مهم جدا كمان واحنا بنفكر في ادوارنا المختلفه علشان احط اهدافي لكل دور من الادوار دي، اني افكر يا ترى مين هم اللي راكبين السفينه معايا، وهل الاهداف اللي انا هحطها لنفسي دي هتخدمني وتخدمهم، ولا هتخدمني انا بس ومش هتخدمهم، ولا ايه بالظبط. دي مهمه جدا. وكمان لما احدد الاولويات ابتدي احدد الموارد اللي انا محتاجها، ويمكن ده يخلينا نفكر شويه في ايه هي الموارد اللي موجوده في حياتنا. اسهل حاجه طبعا اللي هي الموارد الماليه، الفلوس ده مورد، في الوقت والجهد اللي انا قلت لكم عليها، وقتنا اللي احنا لازم بنستهلكه اثناء فعل اي حاجه، وطاقتنا كمان او جهدنا. في كمان الأشخاص اللي موجودين في حياتنا، دول موارد. الشركات بيبقى عندها موارد بشرية، إحنا كمان زي الشركات عندنا موارد بشرية. حماتي لما أودلها أولادي بقت مورد بشري، صاحبتي مورد بشري، جوزي مورد بشري في حياتي، حتى أولادي كمان. يعني أنا مش أنا بخدمهم بس برضو بحصل على حاجة برضو في المقابل منهم. إيه هي الموارد الـ المتاحة
في حياتي، فلازم افكر. فلما افكر في الاولويات حياتي هقدر كمان افكر في ازاي هوزع الموارد دي. الحاجة التانية يعني من الحاجات المهمة قوي، ان انا ليه بأكد انها خطة استراتيجية او خطة طويلة المدى، لان احنا هنحتاج الصبر والمثابرة علشان نحقق اهدافنا. للأسف الناس اللي بتتكلم على التخطيط مش بيحطوا ثقة كبير قوي على إن مهما كانت خطتنا بسيطة وتبان من بره كده إن هي يعني بسيطة، أنا إنسان بسيط ما عنديش آمال ولا طموحات. لا، عندنا آمال وطموحات، وكل واحد فينا عنده آمال وطموحات. ولما نكون صادقين مع أنفسنا، مش لازم نقول للآخرين، مش لازم حتى يعني نعمل كده إشارة كبيرة ونقول أنا عايز أعمل كذا. يكفي إن بيني وبين نفسي أكون محددة أو محدد لنفسي أنا عايز أوصل لإيه. فبنبقى محتاجين الصبر والمثابرة. الحاجة التانية كمان المهمة جدا، إن بنكون محتاجين التركيز. علشان كده لما نحدد أولوياتنا هقدر أركز على الحاجات المهمة. لو أنا مثلا من ضمن أولوياتي إن أنا آخد شهادة معينة، أذاكر لحاجة معينة، لما هتيجي في نص الطريق عثرة أو عقبة هتبقى عيني على النتيجة اللي في الآخر. هو ده المكان اللي أنا عايزة أوصل ليه. فهقدر الاقي في نفسي القوه اني اتعامل مع العثرات دي واقول لها كده وسعي وسعي كده من طريق، انا عايزه اروح هناك. ويمكن في قصه حلوه قوي بيقولوها للاطفال وقالوها لنا واحنا صغيرين، اللي هي السلحفه والارنب. السلحفه بالمثابره رغم انها كانت بطيئه وتقيله، كانت حاطه هدف في دماغها انها توصل للكرنب. ففضلت تاخد خطوة 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 خطوة، مش ما بتفكرش ان الطريق طويل، ما بتفكرش ان رجليها قصيرة، ما بتفكرش ان اسمها ايه الصدفة القوقعة اللي عليها دي تقيلة. كل اللي بتفكر فيه ان في عندي وجهة نهائية انا عايز اوصل ليها. في نفس الوقت كمان ان احنا يكون عندنا المرونة اللي تخلينا ان احنا نعدل سنة بسيطة في الخطة لو لقينا ان خطتنا مش هتوصلنا للحاجة اللي احنا عايزين نوصل لها، او ان احنا نزود حاجة هنا او نشيل حاجة هنا او نعيد ترتيب الاولويات او نعيد ترتيب حياتنا وتنظيم حياتنا. فدي كلها أمور عايزاكم وانتوا بتفكروا في أولوياتكم تفكروا فيها. الحاجة التانية كمان، ودي يمكن عن تجربة، أنا النهاردة مسكت ورقة وقلم وحددت إيه هي أولوياتي. سهل جدا وانتي قاعدة تحطي وتقولي أنا أولوياتي بيتي وولادي ومش عارف إيه وإيه 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 وإيه. الخطوة اللي بعدها بقى أشوف على مدار مثلا الأسبوع اللي جاي أو الأسبوعين اللي جايين مدى ثقل هذه الأولوية اللي أنا قلتها. أحيانا بنتكلم بطريقة كلاشيهية، يعني إيه؟ يعني بنقول اللي مفترض إن إحنا نقوله، بنقول اللي مفترض يعني أو اللي إحنا حاسين إن إحنا مفروض نقوله، عشان لو ما قلناهوش هيبقى شكلنا وحش. أنا زمان في سنة من السنين لما عملت التمرين ده حطيت أسرتي مرتبة أولى، ولما جيت أعمله تاني نزلتهم خليت مرتبة تانية وحطيت صحتي المرتبة الأولى. قعدت حاسة بالذنب، إزاي أنا أحط نفسي قبل ولادي؟ إزاي أحط نفسي قبل يعني إزاي يعني انا ام ايه شكلي عشان اعمل كده وعشان اقول الكلام ده وعشان اكتبه كمان.
ده حاجة يعني مش كويسة، لكن كان لازم أدي نفسي فترة إني أتصالح مع الترتيب اللي أنا حطيته. وده مثلا من الحاجات اللي خلتني فصلت أسرتي الصغيرة عن أسرتي الكبيرة، لأني لقيت إن أنا لو اتعاملت مع الأسرة كلها حطيتهم على نفس الأهمية، إن في ناس هتتظلم. إني مش هقدر أوازن، مش هقدر مثلا أكلم عيلتي كل يوم، مش هقدر أكون متواجدة معاهم بالشكل اللي أنا المفروض أكون متواجدة مع أولادي مثلا. فلما نحط أولوياتنا ندي نفسنا فرصة كام يوم ونفكر في الأولويات دي وترتيبها، إيه اللي المفروض يجي فعلا في الأولوية الأولى. وده هيدخلنا في إن كمان إن إحنا نفكر في عاداتنا وسلوكياتنا، ويمكن دي حاجة هطلبها منكم لاحقا، إن أنتوا تفكروا في العادات والسلوكيات اللي بنعملها ومدى توافق هذه العادات والسلوكيات مع الأولويات. يعني أنا مثلا ممكن أقول إن أولويتي الأولى هي الصحة، إني أحافظ على صحتي، ولكن الاقي في عاداتي وسلوكياتي حاجات كتيره جدا تضر صحتي. الاكل اللي انا باكله مش كويس، الحركه اللي انا بتحركها مش كافيه، ما باخدش مثلا فيتامينز، ما باخدش مكملات غذائيه مثلا المفروض اخدها، ما بروحش اعمل تحاليل عشان اشوف هرموناتي مستواها ايه، ما بروحش اعمل تحليل للدم مثلا عشان اشوف يعني صحتي العامة شكلها ايه. فلما تبقى عاداتي وسلوكياتي في ناحية وأولوياتي في ناحية، هيختل التوازن، مش هيبقى فيه توازن، وهبقى ماشي عامل زي الأعرج أو زي الشخص المدروخ اللي مش قادر يعني يصل للي هو عايز يصل إليه. احنا دلوقتي دخلنا في الربع الأخير من لقائنا النهاردة، واحنا فاتحينه للأسئلة. تلخيص، حاضر. التلخيص هو ان انتوا تفكروا في ركائز حياتكم اول حاجة، ورتبوها الترتيب الصحيح تاني حاجة، تالت حاجة فكروا في القيم ومنظومتكم الأخلاقية. ويا ريت تشوفوا الحاجات اللي انا حطيتها على الجروب، ومن القيم انا مدياكم قائمة كبيرة فيها قيم، حددوا مثلا 5 إلى 3 قيم أساسية، هي دي اللي تفكروا فيها كل يوم، وهي دي اللي تاخدوا قراراتكم بناء عليها. زي أنا مثلا لما بفكر يا ترى الأمر ده هيحقق لي توازن في حياتي ولا لا، دي الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة إن أنتوا تبصوا لعاداتكم على مدار مثلا الأسبوعين الجايين، وتقارنوا ما بين أولوياتكم اللي انتوا حددتوها والعادات اللي انتوا بتعملوها على مدار اليوم، أو الأعمال اللي بتعملوها على مدار اليوم، وهل هي متوافقة مع أولوياتكم اللي حددتوها ولا لا. كده دي بقينا النقطة الرابعة. آخر نقطة هي شوفوا هرم ماسلو، وشوفوا الفيديو اللي أنا حطيته عن استخدام هرم ماسلو. هرم ماسلو يقدر يساعدكم إن أنتوا تشوفوا إيه اللي ناقص في حياتكم في المستويات دي. يا ترى هل أنا ينقصني احتياجات فسيولوجية؟ هل ينقصني احتياجات أمان؟ مش حاسة بالأمان في حياتي؟ هل ينقصني احتياجات اجتماعية؟ محتاجة أوطد علاقتي مثلاً، أو إن أنا أقيم علاقتي بالآخرين؟ هل أنا أشعر بالتقدير لما بعمل حاجة؟ بحس بالتقدير من اللي حواليا؟ هل أنا عندي ثقة في نفسي؟ ونبتدي نحدد إيه الجوانب اللي ناقصة في حياتي، عشان لما ابتدي أحط أهدافي. عشان كده قلت لكم الموضوع مش مجرد إن إحنا هناخد ورقة وقلم ونكتب كلمتين وخلاص، لازم نفكر كويس. فهرم ماسلو نقدر بيه نقيم حياتنا، استخدموه كده كمزورة ان احنا نقيس مدى جودة حياتنا
وإيه اللي موجود وإيه اللي مش موجود في الجوانب دي. دول الخمس نقاط. يبقى أول حاجة إن إحنا نحدد أولويات حياتنا أو ركائز حياتنا، خلينا نستخدمها ركائز، ونحطها في الترتيب الصحيح. تاني حاجة إن إحنا نحدد قيمنا الشخصية، وياريت توصلوا من 3 إلى 5 قيم وما تزودوهاش. أيوة القيم كلها مهمة، لكن هتلاقوا في 3 أو 5 قيم هي اللي أقدر أخد قراراتي اليومية بناء عليها، وهي اللي أقدر أعمل لنفسي شعار منها. تالت حاجة إن إحنا نبتدي نقيم عاداتنا وسلوكياتنا، ونشوفها هل هي ماشية مع الأولويات اللي إحنا حطيناها ولا لأ، ونقدر نحدد جوانب النقص. وكمان باستخدام هرم ماسلو أقدر أشوف كمان إيه جوانب النقص اللي موجودة في حياتي. هو ده اللي أنا طالباه منكم تعملوه لغاية ما نتقابل بعد 2 أسبوع إن شاء الله. وطبعا هينزل الفيديو الجديد اللي هيكون فيه برضو مزيد من الطرق إن إحنا نقيم حياتنا ونشوف إيه اللي ناقصنا، ونقيم جودة حياتنا بقى، ونحدد ايه جوانب القصور والقوة فيها، ونقيم كمان انفسنا ونعرف انفسنا، لان مهم جدا جدا ان احنا نعرف انفسنا. اعتقد ان انا يعني غطيت كل اللي احنا قلناه في الفيديو السابق، وافكركم تاني بتعريف النجاح. كل واحد فينا ممكن يكون ناجح في حياته بغض النظر عن هو بيشتغل ما بيشتغلش، في مرحلة شكلها ايه في حياته، لان النجاح هو ان احنا نحقق الاهداف اللي هنحطها لنفسنا. فبنهاية البرنامج ده هنقدر ان احنا نحدد ونحط اهداف حقيقية، لان ناس كتير قوي بتتكلم انا بحط اهداف وما بحققهاش. ليه؟ لأن ممكن الأهداف ما تكونش محطوطة صح. ففي عملية كبيرة لازم نمر بيها قبل ما نمسك ورقة وقلم ونكتب حتى ولو مجرد هدف واحد. أنا في انتظار أسئلتكم، قدامنا 8 دقايق. لو ما عندكوش أسئلة، أنا حابة أتكلم تاني على مفهوم الحياة المتعمدة، ويمكن ده مفهوم غايب عننا في مجتمعاتنا الشرق أوسطية، إن إحنا نعيش حياتنا كأن إحنا متعمدين إن إحنا نعمل الحاجات دي، مش إن إحنا نبقى ماشيين كده وخلاص. وللأسف إحنا ما بنديش لنفسنا وقت كافي ان احنا نفهم انفسنا، ونفهم احنا عايزين ايه، ونفهم ايه اللي بيريحني، وايه اللي بيحسسني بالحافز. لما اتكلمنا على موضوع الحافز، سبب كبير قوي 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 ان احنا ما بنلاقيش في نفسنا الحافز ان احنا ما عندناش هدف صح. ممكن اقول انا هدفي 1 2 3 4، لكن الهدف ده مش اوثنتك ليا. ممكن يكون اللي مطلوب مني او اللي مفروض عليا، لكن مش نابع من جواي. ايه اسئلتكم تاني؟ انتوا النهارده ساكتين خالص. انا لو مفيش أي أسئلة، أنا سعيدة جدا جدا بوجودي معاكم، وسعيدة جدا جدا بلقاءاتنا، وأتمنى أتمنى إن أنتوا تتابعوا الحاجات اللي أنا بحطها على الجروب، لأن هي بتساند العملية، عملية التخطيط اللي إحنا ماشيين فيها. وحتى كمان لو حصل إن في أسئلة هشكر غفرانة، أشكرك جدا. الأجمل من الكلام
ان احنا فعلا نفهمه وننفذه. صدقوني انا لما اتعلمت الكلام ده وتعلمت ان انا اطبقه، وده ما خدش مني يعني مش من اول مرة كنت بارعة في التخطيط والكلام ده، لما حاولت ووضعته اكتر يعني محل التنفيذ اكتر من مرة، حسيت بالفرق الشاسع. حسيت ان الاجهاد العصبي في حياتي قل كتير كتير كتير، لاني بقيت عارفة ازاي اوزع وقتي وازاي انظم وقتي وازاي انظم طاقتي كمان. فاشكركم جدا جدا على وجودكم، ومنال اشكرك جدا جدا. لا انتوا كده بجد هتخلوني اتغر. انتوا والله العظيم يعني سعادتي يعني مش قادره اوصفها لما بحس ان انا بتعامل واتفاعل معاكم. وامتى بقى الكوفيد ده ان شاء الله يخلص فنتقابل فعلا كلنا ونبقى وجها لوجه مع بعض، لان اعتقد ان يعني هتكون ان شاء الله صحبه حلوه جدا جدا، وننتقل من العالم الافتراضي الى العالم الواقعي ان شاء الله. لو حاسين ان التمارين اللي انا بحطها لكم مفيده، يا ريت تكتبولي وتقولولي على البوستات. لو طبقتوا هذه التمارين يا ريت تقولولي، لو محتاجين اي دعم فيها يا ريت تقولولي، انا هكون مرحبة جدا جدا. واسماء يعني اشكرك جدا جدا اولا على اتاحة الفرصة دي وعلى فكرة البرنامج، لان اسماء دي فكرة البرنامج ان احنا نعمل لكم مجموعة من ورش العمل اللي هتساعدكم في النجاح، وان احنا كلنا والله ممكن نبقى ناجحين ان شاء الله. احنا فاضل لنا 4 دقايق، فانا هختم لقائنا واكد لكم تاني اني سعيدة جدا جدا بتواجدكم. نفسي امد ايدي واسلم عليكم كلكم، وكنت سعيدة جدا جدا. واوعدوني ان المرة الجاية ان شاء الله تكونوا اكثر تفاعلا، وان انتوا تكونوا عملتوا ال5 حاجات اللي انا طلبتها منكم. ان شاء الله هكتب بوست على الجروب فيه تلخيص لل5 نقاط دي عشان تقدروا تعملوها خلال الاسابيع القادمة، بعد كمان ما تشوفوا الفيديو الجديد والحاجات الجديدة. واشكركم جدا جدا، اشكرك يا اسماء. تحبيني اقول ايه تاني؟ لانها احيانا بتغششني. اقول لكم ايه؟ اشكركم جدا جدا، اشكرك يا اسماء، وان شاء الله اتقابل معاكم بعد 2 اسبوع، وما تنسوش الواجب. سلام عليكم.